السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم. فاطمه فصفات لاله فاطمه، ما شاء الله فيديو جديد نحضر معكم ان شاء الله واحد الكيك اللي اقتصادي، كيتحضر غير بيضه واحده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم كما العاده باش تشجعوني، كذلك كنتو اول مره كتشوفوني فما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد ديالي. ودابا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فاول حاجه غنقوموا بها، عندي هنا جوج ديال الليمونات، بالنسبه للكميه فعلى حسب المقلاه ديالكم. حاول انني ندير هكا واحد الدوائر لي صغار. من الافضل هكا نرقوهم. على هاد السمك هذا في هاد المرحله هادي فغنحتاج هنا الورق ديال الطبخ. اول حاجه غنجي وغندها المقلاه ديالي. بالنسبه للقطر ديال هاد المقله وكذلك العلو ديالو في الارتفاع فغنخلي لكم في صندوق الوصف. كنجي وكندها المقلاه ديالي مزيان هكا بالزبده، كنحاول ندهنها حتى من التحت باش هكا الورق ديالنا كيلتصق في المقلاه بهذا الشكل. وهنا غنجي وغندهن حتى الورق من الفوق بالزبده. هاد المرحله هادي فغنحتاج معلقه ديال السكر سنيده، نحاول انني ندردرها بهذا الشكل. كنديرو هكا واحد الدرديره لي خفيفه كما كتشوفوا معايا، فما درتش معلقه كامله. ودابا غنجي وغنوزع هاد الليمون. فهاد المرحله هادي فغندوزو باش نحضروا الكيك. غنحتاج هنايا البيضه اللي متوسطه، غنحتاج كذلك كاس قهوه ربع ديال السكر سنيده. نحاول انني نخدم البيض مع السكر مزيان حتى ما يبقاش هكا اللون ديال البيض صفار. غنحتاج كذلك 4 كاس ديال الزيت، يعني الكاس حتى لهنا. كما كنضيف شي عنصر كنخدم مزيان. من الافضل البيض يكون درجه حراره المطبخ. في هذه المرحله هذه فغنضيف واحد الكيس ديال النكهه ديال الفاني، وكذلك غندير واحد الحكه ديال القشور ديال البرتقال. يمكن لكم في هذه المرحله هذه تنكهوا غير بالبرتقال، يعني ما ديروش الفاني. وغنحرك هاد المرحلة هادي. فغنحتاج هنايا نص كاس ديال الحليب ما يعادل 75 مليلتر. بالنسبة للمقادير فغنخلي لكم جميع المقادير في صندوق الوصف بالغرام كذلك بالمليلتر. بسم الله على بركة الله. دابا غنبدا نضيف الدقيق. بالنسبة للدقيق فغنحتاج جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق. ممكن انني نضيف جوج ديال الكؤوس كاملين او لا نخلي منهم هكا واحد الملعقه، المهم تبعوا معايا باش تفهموا. في المرحله الاولى كنضيف غير كاس، وغنضيف هنايا جوج ديال الخمارات، كل وحده كتوزن 8 غرام اللي مجموع 16 غرام. وغنحاول انني نحرك العناصر مزيان، وعاد غنضيف الكميه المتبقيه ديال الدقيق. ضروري في الاخير فكنحاولوا نضيفوا الدقيق غير على دفعات باش هكا كنتحكموا في الخليط ديالنا. كما قلت لكم من قبل فجوج ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق اللي هما 200 غرام نقدر نديروهم كاملين اولا نخليو منهم هكا واحد المعلقه، نقدر نزيدو عليهم معلقه لحقاش كيكون الاختلاف حتى في النوعيه ديال الدقيق وكذلك في الحجم ديال البيضه. في هذه المرحله هذه فغنضيف جوج معالق صغار ديال الخل. الخل كيخلي هكا الكيك كيجي هشيش ومفشفش اكثر من الداخل. وغنزيد نحرك الخليط ديالي كما كتشوفوا معايا، وهذا هو القوام ديال الكيك ديالنا. بالنسبه للكيك فما كيكونش خفيف، كيكون هكا واحد الكيك اللي شويه ثقيل على هذا القياس هدايا. بالنسبه لكم نتوما تقدروا تدخلوا هكا جوج ديال الكيسان نيشان اولا تخليو منهم هكا واحد المعلقه كما كتشوفوا معايا، فانا جوج ديال الكيسان ديال العنبه خليت منهم هكا معلقه كبيره لحقاش كيكون
الاختلافات كاين في النوعيه ديال الدقيق وكذلك في الحجم ديال البيضه. المهم خصو يكون القوام على هذا الشكل، ما يكونش القوام اللي خفيف اكثر من القياس، ملي كنهزوه بحال هكايا ما كيتقطعش. ودابا مباشره فغنوضع الخليط ديالي كما كتشوفوا معايا، القوام ديال الكيك باين، الكيك ما كيكونش خفيف اكثر من القياس، يكون هكا واحد الكيك اللي واخا ثقيل عاوتاني ما ثقيلش اكثر من القياس. نحاول انني نساوي الكيك ديالي، فهاد المرحله هذه فكنجيو كنقصوا البوطه يعني كتكون قريبه تطفى على هذا الشكل هذا، يعني ضروري ما تكون العافيه مهيله باش هكا الكيك ديالنا كيطيب وما كيتحرقش. فهاد المرحله هذه فغنوضعو على النار. دابا ندوزو باش نغطيو الكيك ديالنا. النصيحه الوحيده اللي نقدر ننصحكم بها، من الافضل هذا الكيك هذا تغطيوه بشي حاجه اللي تكون مرتفعه، لحقاش هذا الكيك هذا كيزيد بزاف كينتفخ كما كتشوفوا معايا. انا نغطيه بهذا القالب هذا كيجي لاصق على المقلات، وفي نفس اللحظه القالب خاوي من الداخل، يعني واخا تنطفخ لنا الكيكه ما غتلتصقناش بالقالب. الا غطيتو هكا بشي حاجه اللي حانيه فغينتفخ وغتلتصق في الوجه التحتاني. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني. المهم دابا غنغطيه، دابا غندوزو باش غنتقلو على الكيك ديالنا. كما كتشوفوا معايا فانا هنايا جبت واحد الكاسرونه درت فيها الماء وغنتقل على الكيك ديالي باش هكا البخار ما كيخرجش. دابا نخلي الكيك ديالي حتى يطيب على خاطرو لمده نص ساعه ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو عليه. ودابا فهاد المرحله من بعد ما كدوز نص ساعه بالضبط غنجي وغنحيد الكاسرونه ديالي، وكذلك غنجي وغنهز هاد المول. ضروري ما نهزو هكا من الفوق ونحضيو باش يخرجناش البخار في اليد ديالنا، لحقاش كيكه كيخرج لنا البخار في الجوانب باش ما نحرقوش اليد ديالنا. وهذه هي الكيكه ديالنا، فراها نشفات ما بقاش فيها الماء، دابا راها طايبه. فهاد المرحله هذه غنجيب هكا واحد السباتيل وندوزها هكا في الجوانب باش كنتاكد بان الكيكه ديالي ما لاصقاش من الجناب، واخا حنا دهناها بالزبده لكن كنتفاداو المشاكل. اهم حاجه كما قلت لكم هي النار تكون منخفضه، يعني النار كتكون ميته باش الكيك ديالنا كينشف من الفوق وما كيتحرقش من التحت. دابا نقلبو ونحتاج هكا لواحد الطبيسيل، نضعو هكا فوق الكيك ونقلب بكل سهوله كما كتشوفوا معايا. كنظف المقلاه وعاد غنوضعها. بسم الله على بركه الله. وهنا كما كتشوفوا معايا فكنرجع الكيكه ديالي فهاد المرحله هذه، فغنخليها حتى طيب غير شي شويه من التحت لحقاش هي طايبه. مره كندور المقلاه باش كطيب كامله. دابا كما كتشوفوا معايا فراه طاب، الكيكه ما لاصقه ما والو، كتشوفوا كيفاش كتزعزع يعني ما لاصقاش كاع. دابا نقلبها هكا فواحد الطبيسيل باش نوريكم بانها راه طايبه من التحت. كما كتشوفوا معايا تحمرت مزيان وطابت، ولكن الوجه ديالها هو هذايا، يعني هو اللي فيه البرتقال. كما كتشوفوا معايا الكيكه كتجي مرتفعه. غنجيو غنحيد لها هاد الورق ديال الطبخ، ما تخافوش هاد البلاصه هادي اللي كتبان لكم محمره غير الكراميل ديال السكر هو اللي كيتحمر ويتعلق ويعطي هاد اللويين كراميليزي. دابا غنجي غنحتاج هنا واحد شويه ديال المربى، كنجيو كندير هكا واحد شويه ديال المربى هنايا فهاد البليصين باش هكا اللويين ديال البرتقال كيولي غامق. بالنسبه لهاد الخطوه هادي فاختياريه، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش، تناولوه غير هكايا. كيجي صراحه هاد الكيكه دا رائع، كيجيني صراحه انايا احسن ديال الفران، لحقاش هكا بعض المرات الفران كطفى ولا شي حاجه كتبقى مربجه معاها ماشي بحال هو كيطيب حداك وكتشوفوا. بغيت نوريكم هنايا بالنسبه للارتفاع ديال الكيك كيجيو 3 ديال الاصابع، يعني كيكه فيها غير 4 كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب كتجي ما شاء الله مرتفعه. بسم الله على بركه الله. دابا نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. وهذا هو الكيك ديالنا، كما كتشوفوا معايا فكيجي مشعب وخفيف اسفنجي. بالنسبه لهاد الكيكه هذه فكتجي تبارك الله كبيره، يعني كتكفي هكايا 5 ديال الاشخاص يتناولوا فيها حتى يشبعوا. صراحه كيجي المذاق ديالو رائع، كيجي بنين وخفيف هكا ملي كتناولوا.
والمذاق ديال البرتقال كيجي طاغي في الكيك وكيجي بنين. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي ما عزيزش عليهم هكا القشر ديال البرتقال ما كيبغيوهش، يمكن لكم ديروا غير اللب، يعني قشروا البرتقاله ودرجوها درجات وعاد ديروها، يعني داكشي كيبقى اذواق. المهم دابا بقى لي الا نودعكم، عجبكم الفيديو ما تنساوش دعموني باللايك ديالكم كما العاده باش تشجعوني. كذلك حتى اول مره كتشوفوني فما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد ديالي. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.